والله وحشتني انا كمان اكتر منك. انا كمان نفسي ترجع زي الاول. بس انت كمان ترجع زي الاول معايا في تصرفاتك. موافق بس بشرط. انت هتستغل مود الحنيه اللي انا فيه؟ لا انا مش بستغل مود الحنيه ولا حاجه، انا هطلب منك حاجات هي في الحقيقه حقي. اتفضل. رقم واحد، حضرتك لازم تسمعي كلامي بصفتي رئيس تحرير البرنامج ومخرجه، اظن ده حقي. اعتبره حصل. اللي بعده. رقم اتنين وده المهم بقى، انا عاوزك تقطعي علاقتك بالاسم كامل ده نهائي.